استقبل مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مبعوث حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدى وصوله اليوم في زيارة قصيرة ينقل خلالها رسالة موجهة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله من أخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت حفظه الله